لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل في مراتب الهداية الخاصة والعامة، وهي 10 مراتب. يعني في ذكر اهدنا الصراط المستقيم، قال: المرتبة الأولى مرتبة التكليم، مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة بل منه إليه، وهذه أعلى مراتبها، كما كلم موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه على نبينا وعليه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده، يقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى. أوحينا إلى إبراهيم وموسى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وأتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده، ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه، وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية، ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر كلم، وهو التكليم. وكلم الله موسى تكليما، رفعا لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام، كالإرادة، يقال فلان أراد إرادة، يريدون حقيقة الإرادة، ويقال أراد الجدار، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، ولا يقال إرادة لأنه مجاز غير حقيقة. يعني هي يريد أن ينقض، دي معناها إيه؟ يوشك أن ينقض كده، يعني على وشك، ليس على الجدار إرادة حقيقية التي هي بمعنى العزم على الشيء ونحو ذلك، وإنما هي لا تصلح إلا من كائن حي. يقول هذا كلامه. فإذا ليس يحتمل أن يكون ما يوصل إلى الإنسان شيئا غير الكلام إذا أكد بالمصدر وكلم الله موسى تكليما. يقول: وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون. يكلم الله موسى تكليما تشمل الاثنين، لكن مقصود غير التكليم الأول يعني الذي وقع أول مرة لموسى عليه السلام، الذي كان قبل الوصول إلى مصر، كان في طريق عودته من مدين إلى مصر عائدا مع أهله. يقول: وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر لا في الأول،
وفيه أعطي الألواح وكان عن مواعدة من الله له، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، التكليم الأول لم يكن عن مواعدة، وفيه قال الله له في التكليم الثاني: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي بتكليمي لك بإجماع السلف. وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه وناجاه، فالنداء من بعد والنجاء من قرب، المناجاة من قرب. تقول العرب إذا كبرت الحلقة فهو نداء أو نجاء. وقال له أبوه آدم في محاجته: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. وكذلك يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه. وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى في السماء 6 أو 7 على اختلاف الرواية، هي الرواية اللي فيها السماء 7 رواية الشريك بن أبي نمر في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، التي فيها قال: وذلك بتفضيله بكلام الله. يعني لما ذكر كونه في السماء 7 قال: وذلك بتفضيله بكلام الله. ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث معنى، ولا كان يسمى كليم الرحمن. يبقى كلهم سيكونون إيه؟ يبقى كل الأنبياء والرسل يكونون كذلك. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ففرق بين تكليم الوحي والتكليم بإرسال الرسول والتكليم من وراء حجاب. فالتي وقعت لموسى عليه السلام التكليم من وراء حجاب، هل وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج؟ الظاهر نعم. إذ أن الله عز وجل إنما جعل الإسراء ليكلفه بالصلوات 5، وكان ذلك وحيا مباشرا، وجبريل كان معه ليستأذن له في الدخول في السماوات. فلو كان بواسطة جبريل مع لكان كسائر الوحي. قال فصل: المرتبة الثانية مرتبة الوحي المختص بالأنبياء. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فجعل الوحي في هذه الآية قسما من أقسام التكليم، أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. يبقى في 3 أقسام للتكليم. وجعله في آية النساء قسيما للتكليم، قسيما يعني قسم آخر، وذلك باعتبارين: فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة، قسيم يعني قسم آخر غيره، يعني هما قسمين، قسم أو 3 أقسام: قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة، وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة. والوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي، يقال في فعله وحى وأوحى. قال رؤبة: وحى لها القرار فاستقرت،
وهو أقسام كما سنذكر. إلى الإعلام السريع الخفي المختص بالأنبياء بأن يصل إليهم كلام الله. قسم من أقسامه الكلام بلا واسطة يقظة الذي حصل لموسى عليه السلام. المرتبة الثانية هي الوحي المختص بالأنبياء، هذا للتفرقة بينه وبين الوحي الذي قد يقع للأولياء. وحي الأنبياء وحي قاطع يعلمون به كلام الله عز وجل، الوحي لغيرهم إلهام. المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه. هذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم. ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلا يراه عيانا ويخاطبه، وقد يراه على صورته التي خلق عليها، وقد يدخل فيه الملك ويوحي إليه ما يوحيه ثم يفصم عنه أن يقلع. والثلاثة حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم. كان يأتيه جبريل في سورة دحية الكلبي، أتاه في سورة أعرابي، كان يأتيه في سورة رجل ويكلمه، أحيانا يراه على صورته التي خلق الله عليها، وقد وقع ذلك مرتين. قال الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وقال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فمر في الأرض رآه بالأفق المبين في أجياد، ومرة رآه عند سدرة المنتهى في المعراج على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. وأما الثالثة فهو أن يدخل فيه الملك، وهذا أشده عليه، يفصم عنه يعني ينفصل عنه وقد وعى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يفصم يعني ينفصل، وكان إذا يعني أتاه الوحي بهذه الصفة ثقل جدا، كادت فخذه أن ترد فخذ من كان النبي صلى الله عليه وسلم واضعا فخذه على فخذه من شدة ثقلها. كان إذا على بعير برك، وكان يأخذه من شدة العرق في الليلة الشاتية عندما يأتيه جبريل يعني بهذه الصفة يدخل فيه يفصل عنه يفصم عنه بعد ذلك. فهذا دليل على أنه كان يلتبس به يدخل فيه. ولا بعد في ذلك، إذ أن الملائكة مخلوقات نورانية والبشر مخلوق طيني، يمكن أن يدخل النور في هذا يعني في هذا الطين. قال مرتبة الرابعة مرتبة التحديث، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، دونها يعني أدنى منها، وتكون دون مرتبة الصديقين. يعني مرتبة الوحي الأنبياء، مرتبة الصديقين دونها مرتبة الإلهام اللي هو مرتبة التحديث، كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم قبلكم محدثون فإياكم في هذه الأمة فعمر بن الخطاب. تلقى إليه الكلمة في نفسه، يرد نفسه، وقعت في نفسه كلمة أو كلمات يعني جملة يعني، أو أنه يسمعها من الملك مباشرة، فهذا ليس يلزم منه وحي النبوة. تكليم الأنبياء للبشر ممكن، تكليم الملك للبشر غير الأنبياء ممكن، وذلك كما سمع الصحابة رضي الله عنهم جبريل حين أتاهم يعلمهم دينهم. قال سمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية، فإن يكن في هذه الأمة
فعمر مع أنها أفضل الأمم، يعني الأمة الإسلامية أفضل الأمم، لاحتياج الأمم قبلنا إليهم واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها صلى الله عليه وسلم ورسالته، فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم. ولا صاحب كشف ولا منام. ليه؟ لكمال القرآن ولكمال السنة، لأنه يمكن الوصول من خلال الوحي المقطوع به وهو الكتاب والسنة إلى الحق الذي يريده الله عز وجل، بخلاف وحي التحديث والإلهام، إنه وحي لغير الأنبياء فإنه يخطئ ويصيب. ولا لا يعني من كان عنده الوحي الذي لا يخطئ كان أعلى منزلة، كلما ازداد تصديقه به ويقينه به كلما علم منه ومن فوائده ما لا يحتاج معه إلى شيء آخر. قال: فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان ملهما ومع ذلك كان إيه؟ كان كل شيء يعرضه على الكتاب والسنة. ولا تصبح شريعة إلا بعد أن يوافق، يعني إلا بعد أن ينزل الوحي بموافقة عمر رضي الله عنه لكمال هذه الأمة. وبعد ذلك لم يكن عمر رضي الله عنه يحتج على من يخالفه قط لأنه ملهم، إنما كان يناظر بالأدلة ويقبل المناظرة ويقضي بالشيء، وربما قضى بغيره لو لم يسمع، وربما يرجع عن قوله، وربما يخطئ يقول اتهم الرأي في الدين بعد ذلك. عمل أعمالا لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لم يكن يعني ما حدثت به نفسه في هذا الموقف من الملك، وإنما كان حديث نفس، وربما كان من وسوسة الشيطان. فكل هذا أدى إلى أن يكون أعلى المحدثين قدرا هو في هذه الأمة عمر، يحتاج إلى أن يعرض حديثه ما يقع في قلبه، يعرض إلهامه على نصوص الوحي. قال: والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. أمثلة على ذلك: وقع في نفس عمر رضي الله عنه الأذان، وكذلك وقع في رؤيا غيره حتى صار مشروعا، وقع في قلب عمر رضي الله عنه حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الوحي بذلك، وقع في قلبه رضي الله تعالى عنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله ذلك، وهكذا. قال شيخنا شيخ الإسلام: والصديق أكمل من المحدث، لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف. الكشف ده يعني سيأتي الكلام عليه، هو أمر كشف عن أمر غيبي، ده الاصطلاح في كلمة الكشف، وإلا فأعلى الكشف والكشف عن الحق. يقول: فإنه أي الصديق قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول صلى الله عليه وسلم فاستغنى به عما منه. مش عما منه يعني عن نقولها كذا بالأصل، ولعل الصواب استغنى به لرسالة الرسول فاستغنى بها عن التحديث. قال: لأن الصديقية أيضا تكون بعد موت الرسول. قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول،
فإن وافقه قبله وإلا رده، فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. قال ابن تيمية: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات حدثني قلبي عن ربي، فصحيح أن قلبه حدثه، ولكن عن من؟ عن شيطانه أو عن ربه؟ فإذا قال حدثني قلبي عن ربي كان مسندا الحديث إلى من لا يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب. قال: ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوما من الدهر. اللي هو عمر رضي الله عنه أعلى المحدثين في هذه الأمة، عمره ما قال إيه حدثني قلبي عن ربي. لا، تحصل لغيره، ولكن هو سيد المحدثين. عمر رضي الله عنه سيد المحدثين، إذا كان من بعده الصديقون، يبقى إذا كانت الأعلى منها بتحصل، يبقى تحصل إيه ما دونها من مرتبة التحديث. اجتهادات يصيب ويخطئ. اجتهادات عمر رضي الله عنه في كل مرة كان يجمع ويستشير ويقع في قلبه شيء، يجيله الحديث يطمئن به. ده دليل على ان التحديث هو كان مثلا وقع في قلبه ان يرجع لما وقع الطاعون في الشام، قعد يستشير المهاجرين، اختلف عليه الانصار، اختلف عليه مشيخة قريش، لم يختلفوا عليه في ان يرجع. اراد ان يرجع، جاء عبد الرحمن بن عوف بالحديث فحمد الله ورجع. ايه اللي خلاه يجزم؟ كان الحديث قبل كده كان هيعتمد على ايه؟ على اجتهاد نفسه. الاجتهاد ده يمكن ان يكون بالهام من الملك، يعني الالهام دي مرتبه الالهام، مرتبه التحديث دي مرتبه الالهام. قال: قال ومحدث الامه لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوما من الدهر، وقد اعاذه الله من ان يقول ذلك، بل كتب كاتبه يوما: هذا ما ارى الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال: لا، أمحه واكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر، والله ورسوله منه بريء. وكذا قال أبو بكر الصديق: يكن صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء. وقال في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. ده منقول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا قول المحدث بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو شهد له بأنه محدث. وأنت ترى للتحادي والحلولي والإباحي الشطاح والسماعي مجاهر بالقحة والفرية، بالقحة الوقاحة، يعني يقول حدثني قلبي عن ربي. يعني شر أهل البدع بيقولوا إيه حدثني قلبي عن ربي، ده 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 انت وقاح فعلا. ده هو بيكون التحادي، يعني ممن يقول بوحدة الوجود والحلول اللي بيقول ربنا حالي في كل مكان في المخلوقات كلها، وفي الكلب والخنزير والعياذ بالله. دول يعني الاثنين دول في الكفر سواء. ويقول إيه والإباحي، الإباحي اللي بيرى إباحة المحرمات، إن هو طالما الإنسان وصل إلى مرتبة من اليقين وشهود القدر يبقى ما فيش حاجة ايه، واعبد ربك حتى اتيك اليقين. اذا اتاه اليقين يبقى ايه، يبقى مش محتاج لعبادة ربنا، ومش حرام عليه الزنا، ومش حرام عليه بقى شرب الخمر ولا اعوذ بالله. وكفر كل دول، وكل دول بيقولوا ايه حدثني قلبي عن ربي، ولهم طبعا حاجات كثيرة جدا يعني، وكتب كثيرة ألفوها. قال لي فقلت له قل، فقال لي فقلت له النفري له كتاب كامل كده على من وليه نسك توفيق الحكيم، فقال الحوار مع الله، مش كده اسمه ولا كتاب، له كتاب كده قاعد يقول برضه كده بالطريقه دي. الصوفيه عندهم الحكايه يعني واسعه جدا. الاباحي الشطاح اللي له شطحات، الشطحات اللي زي ايه؟ زي سبحاني سبحاني ما اعظم شاني بتاعت أبو اليزيد البسطامي، وبتاع لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله،
كل الكلام ده كلام كفر ولا نقول لا. والسماعي، السماعي ده بقى اللي بيقعد يسمع المعازف والاغاني ويدعي ان ذلك ايه من ايه مما ياتيه فيه الالهام وهو في الحاله الفظيعه دي. يقول فانظر الى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين، واعطي كل ذي حق حقه، ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا. المزور والخالص عمره ما يكون شيء واحد. المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام. قال الله تعالى، دي أوسع شوية، الثانية تحديث، يقع في قلبه، تلقى في روعه الكلمة، وقلنا ممكن يسمعها من الايه؟ من الملك، هذا ليس مستبعدا، وإلا فمريم عند جمهور العلماء المشارقة ليست نبية، وسمعت جبريل عليه السلام، وعند المغاربة ينقلون عن الجمهور أنها نبية بهذا الكلام. وإحنا قلنا قبل كده صحيح الوقف، لأن الكلام محتمل لوحي نبوة ومحتمل لوحي إلهام الذي يكون للأولياء. وما النبوة؟ وقلنا المقطوع به عدم رسالة النبي امرأة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أما النبوة فمحتمل. أم موسى، مع أن القرطبي نقل الاتفاق على أنها ليست نبية، وابن حزم نقل الخلاف، أن في بعض العلماء قال أن أوحينا إلى أم موسى أن أرضعين، ده كان إيه؟ كان أنه، وإن كان هذا فيه خلاف، المشهور أنها ليست نبية. المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. قصة مشهورة أن داود حكم أولا في أن يأخذ القوم أصحاب الزرع الغنم في مقابل الزرع الذي أفسدته الغنم. الغنم نفشت ليلا أكلت الزرع، قيمة الغنم كانت هي قيمة الإيه؟ الزرع. فأمر داود بأن يعطوا الغنم في مقابل الزرع. سليمان عليه السلام قضى بأن يعطى أصحاب الزرع الغنم ينتفعون بها مدة أن يعطى أصحاب الغنم الأرض يصلحونها ويزرعونها فيردون الغنم بعد ذلك لأصحابها. قال الله عز وجل ففهمناها سليمان، فخص سليمان بالإفهام ومدحهما جميعا فقال وكلا أتينا حكما وعلما. فذكر هذين النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالعلم والحكم، وكلا أتينا حكما وعلما، وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة. وقال علي بن أبي طالب وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة. وكان فيها العقل للديات، هو الديات، وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وفي كتاب عمر ابن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما والفهم الفهم فيما أدلي إليك، يعني احرص على الفهم، تفهم الكلام، فالفهم نعمة من الله على عبده ونور يقذفه الله في قلبه. تلاقي الناس قاعد يسمع الكلام، واحد فهم والتاني ما فهمش، واحد نايم والتاني صاحي، واحد فهم نص الكلام، واحد مركز والتاني مش مركز. ده أمر يعني في البشر جميعا في تفاوت في هذا الباب. قال فالفهم نعمة من الله على عبده ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد ألف بواحد، يعني ممكن ألف عالم وعالم، العالم ده بيكون بإيه؟ بالألف. فانظر إلى فهم ابن عباس وقد سأله عمر ومن حضر من أهل بدر
وغيرهم وغير ومن حضر وغيرهم وغيرهم سأله عمر وسأل من حضر من أهل بدر وسأل غيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وما خص به ابن عباس من فهمه منها أنها نعي الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وإعلامه بحضور أجله وموافقة عمر له على ذلك وخفائه عن غيرهما من الصحابة وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنا. وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله؟ يعني إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، تفهم منها منين من ألفاظها إن ده اقتراب إيه؟ أجلك. هو فهمها من إن هذا هو تمام ما بعث من أجله، وسبع والتسبيح والحمد أمر به دائما في خاتمة الأمور، يعني جمعها من كذا إيه؟ من كذا حاجة، كل في نهايات الأمور دائما يكون إيه؟ التسبيح والإيه؟ والاستغفار والحمد، يبقى تمت المهمة، معناها أن رسالتك قد اكتملت، إذن قد اقترب إيه؟ أجلك. يقول لولا الفهم الخاص، أين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله؟ لولا الفهم الخاص، ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهم أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره، أكثر الناس يحتاج مع النص إلى غيره. يعني أبو بكر الصديق ما كانش عنده الحديث بتاع قتال الناس على منع الزكاة، هو فهمها من إيه؟ من كلمة إلا بحقها، وقال الزكاة حق المال، وده صح، ده هو يفهم من ذلك. غيرهم بقى يعني دون ذلك بقى مش بس في النص القرآني، بقى عنده نص القرآني والنص النبوي، ويحتاج معه إلى الإيه؟ إلى القياسات وإلى استصحاب لقلة فهم النصوص. اللي يقرأ يعني كتب شيخ الإسلام تيمية يجد قوة الاستدلال بالنصوص وكثرة الاستدلال بها. كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، مع أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في منازل مثلا الفقه أو نحو ذلك هو حنبلي لا يعرف له اختيارات يعني عظيمة، وحتى في كلام مسائل كثيرة في علوم الكلام لا تجد له كلاما، مع أن استدلالاته في غاية القوة من الآيات مباشرة ومن الأحاديث ومن أوضح ما يكون أوتي فهما. عشان كده كتاب التوحيد له منزلة عظيمة عند أهل العلم. قال ولا يقع الاستغناء من يدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس فيحتاج مع النص إلى غيره. ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه، وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها. المرتبة السادسة مرتبة البيان العام، وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه، بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العين للمرئيات. وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا ولا يضله إلا بعد وصوله إليها. قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا الإضلال عقوبة منه لهم حين بين لهم فلم يقبلوا ما بينه لهم ولم يعملوا به، فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى، وما أضل الله سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا البيان. عشان الآية الكريمة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بعض الزنادقة يقول أن الكفار فقط هم المعاندون، وهم الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولذلك قال مش كل من لم يؤمن بالله كافر، ولا كل من لم يؤمن بالرسول كافر، ولا كل اليهود والنصارى هيخشوا النار، ولا المشركين كمان، ده فيهم كفار وفيهم مش كفار. يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، جعل من للطبعيد، هي للطبعيد لو نظرت إلى أن من أهل الكتاب مسلمين،
اللي هم الذين آمنوا بالأنبياء وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المشركين كمان يعني البوذيين والملحدين والزنا والمنكرين لوجود الله إذا جات لهم الحجج فما اقتنعوش بها خلاص ده كلام كفر في الحقيقة. مال فين الضلال بقى ولا الضالين؟ ما هو ده بس بنقول إن في لحظة تيجي على الإنسان يستبين له الحق وبعدين إيه يعرض عنه ما يقبلش، يقوم ربنا يضله يبقى يظل ضالا بقى بعد كده فاكر نفسه على الحق. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. يبقى عشان جات لهم الآيات وعلموها وعن ذلك كفروا بها وكفروا بلقاء الله فأضلهم الله وجعلهم كذلك كما قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يقول إذا عرفت هذا عرفت سر القدر. يعني ليه ربنا بيضل ناس؟ إن هو جات له لحظة ظهر له فيها الحق وبعدين إيه أعرض عنه ونقلبه. أيوه نقلبوا أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، زي ما أمنوش به أول ما جاهم وفهموه وأعرضوا عنه فقلب الله قلوبهم لغاية ما تجيلهم الآيات ما فيش فايدة. اللهم ارحمنا. إذا عرفت هذا عرفت سر القدر وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا الباب وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده. والقرآن يصرح بهذا في غير موضع كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. يبقى إمتى يطبع على القلب؟ مش من أول مرة، ده دايما الطبع يبقى بعد إيه؟ بعد كذا مرة. عشان كده من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله عليه على قلبه بل طبع الله عليها بكفرهم. يعني لما كفروا واستمروا على الكفر ربنا طبع على القلوب بحيث ما يوصلهاش الحق ابدا، تبقى الدنيا كلها بقى الادله في منتهى الوضوح هو مفيش فايده خلاص. تعمل ايه؟ تقعد تناقش وتجاوب وهو مفيش فايده ما بيسمعش. فالاول كفره عناد والثاني كفره طبع وقوله ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فعاقبهم على ترك الايمان به حين تيقنوه وتحققوه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له. فتأمل هذا الموضع حق التأمل فإنه موضع عظيم. وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذا هدى بعد البيان والدلالة وهو شرط لا موجب، فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء وهو هدى التوفيق والإلهام. شرط في التعذيب لا موجب لحصول الهداية، البيان من الله شرط. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ده شرط في إقامة الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنذركم به ومن بلغ. كل ده إن ربنا لا يعذب أحدا إلا بعد البيان. طب ما يموجب بقى الهداية دي؟ هديناهم أما ثمود فهديناهم، يعني هديناهم يعني بينا لهم. لو كانت هي هداية التوفيق لأوجبت لهم القبول، زي ما يقول هداهم الله عز وجل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهداية من الله دي الموجبة للاهتداء. هداية الله التي هي خلق الهدى في قلب العبد هي الموجبة للاهتداء. أما هداية البيان فشرط في التعذيب، لا يعذب الله أحدا إلا بعد البيان. يقول هذا البيان نوعان، بيان بالآيات المسموعة المتلوة وبيان بالآيات المشهودة المرئية، وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله وصدق ما أخبرت به رسله عنه. ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة ويحضهم على التفكر في هذه وهذه. وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم ليه البيان وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني إنك إيه
لتبين، العلماء يبينون، وبعد ذلك يضل الله من يشاء. ده الحد الأدنى، إنه لابد من البيان، ده الشرط. اللي ما يوصلوش البيان ده ما يعذبش. يقول ربي ما أتاني لك من رسول، فيكون من ضمن الممتحنين اللي ما جالوش رسول. طب ما الآيات العقلية، الآيات المشهودة المرئية دي من حجج الله، ولكن ليست تكفي وحدها في التعذيب. لو أراد الله أن يعذب خلقه بذلك لفعل، ولكنه عذب بالآيات المشاهدة، الآيات الدالة على الآيات العقلية والآيات المرئية وآيات الفطرة والميثاق الذي أخذ على بني آدم وهم في عالم الذر، هم في ظهر آدم. كل ده لا يعذب الله به. لماذا؟ لأنه يحب العذر. قال الله عز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. يبقى ما يعذبش حد إلا بعد بلوغ الإيه؟ الحجة الرسالية التي يكفر منكرها. يقول: قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فالرسل تبين، والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما المقصود بالشرك في الآية؟ الشرك في الآية هو الشرك الأكبر. إذا أطلق الشرك في القرآن فهو الشرك الأكبر، وكذا الكفر. هذا هو الاستعمال الأغلب، ولا يستعمل في الأصغر إلا بدليل. ثم هذه الآية التي يعني أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بها أن الله حبس المشركين في النار، فلو كانت في الأصغر لما كانت دليلا على خلود المشركين في النار، لأنها لو كانت تشمل الأصغر هيبقى في ناس أشركوا وعذبوا ثم دخلوا الجنة، لأنهم المشرك الأصغر حكم أصحاب الذنوب. طب يبقى كده مفيش آية تحبس الكفار في النار. يرى كثير من الناس رؤى وأحلام كثيرة ثم يبني عليها حكما أو يبني عليها أمورا كثيرة في حياته، بدعوى أنها رؤية، رؤية سواء مبشرة أو محذرة. هل من ضابط شرعي؟ هيأتي الكلام على الرؤى والمنامات والإلهام دي كلها مراتب من مراتب الهداية، لكنها دون مرتبة يعني القطع، وبالتالي ولا حتى غلبة الظن. هي أشياء تنير الطريق، ترجح في أحوال معينة، ولكن لا بد أن يعني لا يبني عليها إلا بعد أن يرد إلى الكتاب والسنة. قيمة الصلاة: فقدمني الناس للصلاة فتقدمت والتفت إليهم أنظر إلى الصفوف قبل بدء الصلاة، فدخل الإمام الراتب: أرجع إلى الصف أما تجاهل وأصلي؟ ترجع إلى الصف وتقدم الإمام الراتب. إذا كان أبو بكر الصديق رجع بعد ما دخل في الصلاة، وما إذا كان حديقا لا يحسن أحكام التجويد وخرج الحروف، لو كده ما ينفعش يصلي إمام، لو ما لا يحسن مخرج الحروف بس بطريقة تؤدي إلى بطلان المعنى، وإلا اللي مخارج بقى اللي هو التجويد يعني ست حركات بيجيبهم أربعة مثلا، القلقلة ما بيجيبهاش مظبوطة، الترقيق والتفخيم، اهو ده بقى ترجع وتقدمه وهو خلك تصلي خلاص ماشي. ابن عاقل والده يسبه ويضربه ولا يبره، هل يجوز الأب أن يمنعه من الميراث أو يقسم له أقل من أخوته؟ لا يجوز له ذلك حتى يكفر. الكفر هو المانع من الإرث، الفسق ليس بمانع. ممكن يدي إخواته حال الحياة هبا على إحسانهم يعني، لكن
حكايه الرؤى مش عارف انا. يقول الذي تحدثه نفسه بشيء لم شيء ثم يرد انه مولود في القران او الشرع ولم يكن يعلم ولوده، هل هذا تحديث ام الهام؟ والتحديث هو الالهام ام ماذا؟ يعني هو يحتاج ان هو يتعلم القران اكثر، لدليل ان هو لسه بدري عليه، بس ان شاء الله يكون خير لما يلاقيها في القران وهو لسه بس يعني يحتاج الى ان يتعلم. هل الانسان طين في اصل الخلقه ام ان ذلك في جميع جميع البشر؟ يعني سيدنا ادم بس ولا كل البشر؟ كل البشر مرجعهم الى الطين طبعا، لان هم جسمهم ده بيتكون منين؟ من الماء ومن النبات، والنبات ده بيتكون منين؟ من طين الارض. يعني احنا جسمنا بينمو، احنا كنا كم كيلو عند الولاده؟ 3 كيلو، دلوقتي بقى ما شاء الله فوق 100، وفي تحت 100 بشويه، وفي 60، والرفيع 50. ماشي، جم منين الفرق ده؟ من الاكل مش كده؟ هو من الاول بيبقى نطفه، جه منين؟ نما منين ده؟ من الامتصاص البشيمه للدم من والغذاء من الدم اللي في الام. الغذاء ده عباره عن عباره عن احماض امينيه، عباره عن كربوهيدرات، عباره عن دهون بتتكون منها الانسجه، جت منين؟ من الاكل اللي بتاكله الام، والام بتاكل يا نبات يا حيوان مش كده؟ الام بتاكل يا نبات يا حيوان، وتشرب ميه في الاخر يا نبات يا حيوان. في حاجه تانية من نبات الحيوان بيعيش على النبات برضه في الاخر يبقى في الاخر اصله طين. واحد يقول ليس في القران ايه تدل على فضيله بعض الانساب على بعض، كل الانساب سواء. هذا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، هذه الايه الكريمه، لكن هذا لا يمنع التفضيل، فاهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا له فضيله، وكذلك من العرب لهم فضيله على العجم، لكن هذا لا يثبت به تفضيل لكل واحد على غيره. بمعنى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، لكن في النهاية كل الناس لآدم، وآدم من تراب، وكل الناس أولاد نوح بعد نوح عليه السلام، أبيكم بعد أبيكم. فده ما يدلش على تفضيل كل واحد على كل واحد، لكن اللي هو يعني نفي التفضيل مطلقا غير صحيح. قولوا قولي هذا واستغفر الله.